Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, lui, Mhandiru, un poulet à l'indienne, tikka masala. Donc, c'est un poulet qui est vraiment très très bon à accompagner ma un riz basmati ou là un riz simple qui est manadrt. Alors, les ingrédients, ils aiment comme une tomate, ils aiment comme du poulet, du gingembre, un noix de cajou. Donc, du sel, le melh. Ils aiment comme gagnette coriandre ou curcuma, ça m'appelle curcum ou cosbar marhi. Ils aiment comme tani karas le hanout ou le chiche ou thom. Voilà, plus basla. Ou bien sûr, je vais dire la marinade de matchoufou. Ils aiment comme habakaras, non, habakaras, ils aiment comme gagnette le yaourt nature. يعني هو ياوخ طبيعي ما فيش ان بارفان دونك الحاجه الاولى اللي حنديرها باش نوجد لا مارينات ديالي الوغ جو فول دي لازم توجدوا لا مارينات او موان اون اور على افونس ولا تقدروا او ماكسيموم لابري ميدي كامل تخلوها في تدخلوا البولي في لا مارينات دونك نقطع لو بولي تاعي اون كوب كيما راكم تشوفوا في ليماج دونك دو غرو كوب من بعد نشد نبدا نوجد لا مارينا تاعي دونك دون ان ريسيبيون نحط الياغورت ناتور تاعي نحكم تبسي دونك نحط فيه الياغورت الطبيعي ونزيد له نص حبه قارص دونك نعصرها هكاك من الفوق ومن بعد نزيد نحط كامل المكونات تاع لا مارينا اللي هما جنجمبر دونك سكنجبير يكون فريشك فوالا نربيه من الفوق نربي نص حبه ولا بي بلوس باسكو هذاك هو اللي حيطلق لكم كامل البنه هذيك ونزيد نحط معاه الثوم كانيت نربيها ثاني خشين خشين هكاك ولا في لا غابريغا كما حبيتو ومن بعد نزيد ثاني التوابل اللي هما لي زيبيس دونك نعاود لكم حطوا واحد دو كويغا سوب زوج مغارف كبار تاع راس الحانوت حطوا مغرفه كبيره ولا زوج تاع كركم اللي هو كركما وزيدوا كانيت الكسبر مرحي فوالا ونخلطهم مليح ونحطهم في الفريجيدار دونك نخلط مليح بيان سور نزيد لهم البول ونحطهم في الفريجيدار كي جات كامل لابخي ميدي حكمت وبديت نقلي فيهم حطيتهم دونك في مقله ولا فيتو ولا كيما حبيتو دونك تحطوهم كامل وتبداو تقلبوا في البولي سي جوست بور لو سيزير من بعد تنحوه وتحطوا شويه زيت نباتي وتحطوا البصل ديالكم حبه بصله وتزيدوا الجنجبر سكنجبير والثوم تاني مرحيين اونكور اون فوا مع البصل ومن بعد تقلوهم مليح وتزيدوا كامل التوابل دونك هو ملح كوريوندر اللي هو كسبر كركما اللي هو كركم وراس الحانوت وتبداو تقلو في هذاك البصل باش لي زيبيس التوابل يطلقوا بيان البنه ديالهم نقلوهم مليح كي تشوفوا دبل كامل البصل ديالكم زيدوا له شويه ماء خلوه يتقلى اونكور اون فوا كيما راكم تشوفوا في ليماج من بعد نحكم الطوماطيش تاعي نقطعها هكذاك اون غرو كوب ونحطها مع البصل في نفس الوقت نحكم نواد كاجو ونحطهم في الماء باش يتنحى لهم شويه هذاك الملح دونك ولا عندكم نواد كاجو ماشي مالحين سي تري بيان دونك نعاود نولي الخليط تاعي نزيد له طوماطيش تاع البايط اللي هي مصبره طماطم مصبره نزيدها داخل شويه ماء ونحطها مع هذاك الخليط ونزيد شويه نواد كاجو دونك خلو حبيبات دو كوتي والاخرين حطوهم مع الخليط دونك نرحي كامل هاد لا بريباراسيون بلو برا هذاك بلونجون نحيها بيان كيما راكم تشوفوا دونك جوبتيا اون صوص اونكتيوز ومن بعد نحط فيها البولي تاعي نعاود نرجعو لداخل نخلط مليح ونخليها تغلي ان تي بو 10 مينوت نقولوا وخلاص فوالا الريزولتا دونك نسقيها ندير من الفوق شويه حشيش وشويه نوات كاجو وندير جلا كومبان مع ان ري انا لو ري تاعي درت له نفس التوابل اللي درتهم داخل البولي تو سامبلومون كركما راس الحانوت وكسبر وشويه ملح بيان سور اي فوالا الريزولتا سي ان بلا تري تري بون نيزيتي با ا فوز ابوني ا ميتر ان بتي جيم اي ا انكلونشي لا كلوش ا بيانتو